كيف أسترجع حاسة الشم والتذوق بعد الزكام؟ تتسبب بعض الأمور في فقدان حاسة الشم والتذوق بشكل مؤقت، ومنها الزكام، ويمكن أن تساعد بعض الطرق في استعادة حاستي الشم والتذوق بعد فقدانها نتيجة الإصابة بالعدوى. قد تتسبب نزلات البرد والزكام في فقدان مؤقت لحاستي الشم والتذوق، مما يؤثر على جودة الحياة، فغالبا ما يؤدي إلى انخفاض الشهية وسوء التغذية، وقد يتسبب هذا في استخدام المزيد من الملح أو السكر لتعزيز مذاق الأطعمة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. ولتفادي هذه الأضرار التي يمكن أن تنتج عن فقدان حاستي الشم والتذوق، يمكن القيام ببعض الإجراءات التي تساعد في استرجاع هذه الحواس، وتتمثل في الإجراءات التالية. أولاً، استخدام بعض العلاجات الدوائية. يساعد علاج المشكلة الأساسية التي تسبب ضعف حاستي الشم والتذوق في استعادتهما، فعلى سبيل المثال يمكن أخذ الأدوية المضادة للفيروسات في حالة الإصابة بالتهاب فيروسي، وأخذ المضاد الحيوي للقضاء على الالتهاب البكتيري، ويكون هذا بوصف من الطبيب. ويمكن تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والزكام والالتهاب الأنف التحسس بمضادات الاحتقان أو مضادات الهيستامين، وبمجرد تحسن الحالة سوف تعود حاسة التذوق لما كانت عليه. كما يمكن استخدام القطرات التي تساعد على علاج انسداد الأنف لاستعادة حاسة الشم سريعا، وينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها أيضا. في بعض الحالات يمكن أن يصف الطبيب أدوية لتقليل آثار اضطراب الجهاز العصبي أو مرض المناعة الذاتية الذي يؤثر على حاسة التذوق. وهناك احتمالات بأن نقص الزنك يمكن أن يسبب ضعف حاسة التذوق، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالزنك. السبب الثاني هو تغيرات نمط الحياة. يمكن القيام بتغييرات في نمط الحياة لاستعادة حاستي التذوق والشم، وتكون كالتالي: أولاً، الإقلاع عن التدخين، حيث يتسبب التدخين في التأثير على حاسة التذوق بالسلب، ولكن يمكن استعادة التذوق خلال يومين بعد التخلص من هذه العادة السيئة. ثانياً، الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، حيث يؤثر إهمال نظافة الفم والأسنان على حاسة التذوق، ويمكن أن يتسبب التهاب اللثة في صعوبة التمييز بين النكهات، ولذلك يجب الاهتمام بتنظيف الفم والأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون، بالإضافة إلى الخيط الطبي للتخلص من البلاك في الفم وحماية الأسنان من الأمراض والتسوس، وبالتالي استعادة حاسة التذوق. في حال تناول الأدوية تسبب جفاف الفم يمكن أن تؤثر أيضا على حاسة التذوق، وفي هذه الحالة ينصح بالإكثار من شرب الماء ومضغ العلكة الخالية من السكر، فهذا يمكن أن يساعد على زيادة إفراز اللعاب والوقاية من جفاف الفم. يمكنك أيضا استرجاع حاستي الشم والتذوق عن طريق استخدام مرطب الهواء. في حال انسداد الأنف الذي ينتج عن الزكام ويؤدي إلى فقدان حاسة الشم، فيمكن استخدام مرطب لترطيب الهواء، حيث يساعد هذا المرطب على تخفيف المخاط والمساعدة في علاج الاحتقان الذي يؤثر على حاسة الشم. يمكن أيضا استرجاع حاستي التذوق والشم عن طريق تنظيف الأنف. يمكن أن يساعد تنظيف الأنف من الداخل بمحلول الماء المالح في استعادة حاسة الشم في حال كانت السبب هو عدوى أو حساسية. ويمكن إعداد محلول الماء المالح في المنزل واستخدامه عن طريق غلي نصف لتر من الماء ثم تركه ليبرد، وخلط ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء، غسل اليدين جيدا، الوقوف على حوض ثم البدء في وضع المحلول في أحد فتحات الأنف لتنفذ من الفتحة الأخرى، وتكرر هذه الخطوات في فتحة الأنف الأخرى. وتوفر بعض الصيدليات أكياس طبية يمكن استخدامها لصنع محلول الماء المالح والأجهزة التي تساعد على شطف الأنف.